نخس. طيب ادري كان جالنا صح يا دكتور من 7 اشهر زي ما قلتي، وكان وزنه 802 لا ده كان في الاول من 152 جالنا من 7 اشهر على وزن 80 وخاسس 72 كيلو. ادري بقى له 7 شهور مش بياخد ادويه، مش بياخد اي كورسات، مفيش اي حاجه، ما رجعش وزنه وثابت على 80. طيب الاول بس ممكن نشوف صوره ادري، معلش عشان بس المشاهدين يفهموا يعني ايه اللي احنا بنقوله ده. طب دكتور هنرجع ليك عشان ده هيبقى كلام معايد شويه، بس خلينا نعرف دكتور التثبيت حاجه مهمه قوي 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 قوي. طبعا. طيب ادري خس ال 72 كيلو دول، انا شخصيا مش عارفه ازاي ادري انت خسيت اكتر من وزني انا شخصيا. لا وفي وقت غير عادي. في قد ايه يا دكتور؟ في 4 شهور. طب لا خلينا نبدا مع ادري من الاول بقى نريفرش كده، ايه اللي حصل ازاي؟ ادري كان التشخيص ايه؟ إيه؟ 21 سنه بياكل جوه البيت بره البيت، شهيه عاليه ومحب للاكل، محب للاكل زي ما عنده اي مرض، مفيش اي حاجه، بس بياكل. ده انا اكتشفت بعد كده ان هو واصحابه كلهم بيتخانوا وبيتراهنوا على الاكل ايه ادري؟ لا كلمنا قول لنا يعني ايه بيتراهنوا على الاكل. لا لا احكي لنا يعني ايه بتراهن على الاكل؟ مين هياكل سندوتشات اكتر؟ مين اللي يسبق التاني في الكميه ويجيب لي التاني اكل؟ يعني اللي يخلص اكله قبل التاني يجيب لي التاني اكل برضه. وتاكلوه؟ وناكل. طب انت مخك كان فين وقتها؟ وانت قاعد بتاكل وكرشك قاعد يطلع 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 تاكل وكرشك يطلع. الفكره كلها